رئيس السادات اللي نال الرئاسة الشرفية للنادي في عام 78، واحد من الرياضيين القدامى، كان له نشاط في السباحة في النادي الأهلي، كان حريص على ممارسة السباحة مع قدامى السباحين في النادي. ولما يكون رئيس شرف النادي هو صاحب قرار العبور، أعتقد وجب على الأهلي الاحتفاء والاحتباء والاحتواء كمان. لا، هو السادات يعني مهما قيل في حقه لم يكرم بمثل ما كرمته نهايته. دي صور للرئيس السادات يعني وهو في السباحة. العظماء يتم اغتيالهم، واخد بالك؟ فهو كان يعني نظرا لأنه بطل الحرب والسلام، ها، حاجة كبيرة جدا ما يقدرش يستوعبها ناس كتير، فانفجروا، ما قدروش يتحملوا كل هذا النجاح لشخص واحد زي الرئيس السادات. شوف عبقريته وهو في كنيسته بيخطب، شوف 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 دهائه وهو يتفاوض، شوف ده تكريمه لعدد من لعيبة الأهلي والمنتخب، ده تكريمه للكابتن عادل هيكل رحمة الله على الجميع. طيب نشوف كلمة الرئيس السادات عليه رحمة الله وهو يعلن نبأ النصر العظيم. إذا تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس المقطعة واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. كانت المخاطرة كبيرة وكانت التضحيات عظيمة، ولكن النتائج المحققة لمعركة هذه الساعات الست الأولى من حربنا كانت هائلة. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة. استعادت الأمة الجريحة شرفها. تغيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط، وإذا كنا نقول ذلك اعتزازا وبعض الاعتزاز إيمان، فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. ثقتنا في قيادتها التي خططت. ثقتنا في ضباطها وجنودها الذين نفخر